طبيعة الحال كنا كنستحقون إيجابية أو موا نقطة تعادل، لأن الحمد لله دوزنا بون بريمير ميطون إلى لاحظتي لغاية الدقيقة 42 كنا ديفونسيفمون مزيان بالبلوك ديالنا، الدراري كانت عندهم لا فولونتي ونا بيان ديفوندو، جا واحد الهدف اللي هو ضد مجرى اللاعب قلة التركيز، هذا شيء عادي في كرة القدم. مي اللي مهم بزاف هو اننا اون غاردي هذيك لا كونسونطراسيون ديالنا، اون غاردي لا ديتيرميناسيون باش نبقاو في الماتش. عطينا تعليمات باش ندخلوا في لا دوزيام ميطون باش نكملوا في نفس المساق. الحمد لله الدراري دخلوا في لا دوزيام ميطون عازمين باش نجيبوا نقطه ونماركيو الهدف ديال التعادل. تاحوا لنا فرص فين فريق الرجاء البيضاوي خلى لنا المساحه، ما توفقناش واخا جاو اهداف ضد مجرى اللاعب، ولكن بقينا في الماتش كما قلت لك. لا ساتيسفاكسيون هو ان الدراري بقاو في الماتش، وكنا في اي لحظه كنتي كتحس بان فريق الصوالة ما يقدر يسجل هدف. غادي نحاولوا ما امكن نجاريو المرحله الجايه ان شاء الله بحول الله مزيان، باش نحاولوا ما امكن نكسبوا الماكسيموم ديال لي بوين في الست ماتشات اللي باقي ان شاء الله بحول الله. شكرا. جميع الماتشات اللي كتلعب سي دي ماتش فينال، سواء لاعب مع اون ايكيب اللي لعب على اون كومبيتيسيون افريكان، سواء لاعب مع الرجاء ولا لي فار اللي غادي لعب على اللقب، سواء تلعب مع اون ايكيب اللي في روليغاسيون. ابري حنا كنجيريو الماتش ماتش بار ماتش، وكما قلت ليكيب اللي غادي تخرج من لا بريسيون وتعرف كيفاش تجيري الامور ديالها واللي غتكون بريسيور لو بلون مونتال هي اللي غادي تبقى. انا كنظن بان الفريق ديالي والفريق ديالنا كاملين، لان كنشكر جميع مكونات الفريق لانهم دايرين واحد المجهود كبير مع هاد لي جون هادو باش يخليهم في قسم الوطني الاول. انا متفائل بهم بان ان شاء الله بحول الله غادي نقول الكلمه ديالنا مع لي زادفيرسير ديريكت ديالنا وغادي نجيروا الامور باش نبقاو في قسم الوطني الاول. ميرسي كوتش. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.